متواصلين معاكم مشاهدينا في بلاد طيبة. يمكن هنتكلم عن أهمية تنظيم مهرجانات أو حفلات عالمية في المدن السياحية زي مثلا مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء. موجود هنا حفلة مهمة جدا لمطرب روسي من أشهر المطربين في العالم فيما يتعلق بالراب، هو رابر واسمه تيماتي. معانا الأستاذ عمرو إسماعيل، هو منظم لهذه الحفلة والخبير السياحي. أهلا بيك معانا. أهلا بحضرتك. بلاد طيبة. أهلا بحضرتك. أولا لو هنتكلم عن هذه الحفلة، هي حفلة لمطرب روسي عالمي تيماتي، وانت حتى قلت لي قبل التسجيل ده مش أول مرة. ليه في هذا التوقيت وتحديدا شرم الشيخ؟ طبعا احنا ابتدينا ننظم في الحفل ده من شهر يناير اللي فات. تمام. طبعا بنتواصل أول مع المغني أو يعني شركة الإدارة بتاعته، بنمضي معاه الاول نتاكد ان هو قابل ان هو يجي، وبعدين سافرنا رحنا معرض السياحه، معرض برلين. تمام. واعلنا ان في تيماتي جاي لشرم في شهر 4. طبعا قبل ما نطلع معرض برلين، انت عارف ان في حظر تم على شرم من من المانيا، فبرضه احنا ما فقدناش الامل. قلنا لا، لازم نسافر ولازم نعلم ولازم نوريهم ان هم غلطانين. وبعد كده نجحت المفاوضات اللي كنت تعاقدوا معي. بالظبط يا فندم، نجحت الحمد لله. واعلنا بعد كده في المانيا، بقول لحضرتك، في بورصه برلين عن الايفنت في شهر 4. تمام. ورحنا برضو بورصه موسكو واعلنا انه جاي في شهر 4. طب خلينا نقول حاجه على الموضوع ده. الاصرار انك انتوا تعلنوا عن حفله المطرب على ايه قيمته لحركه السياحه في مصر؟ طبعا قيمه كبيره. بدل ما احنا نطلع ونعمل نقول مصر بخير، تعالوا مصر، مصر بخير، تعالوا مصر، اصدق من ذلك ان حضرتك تجيب حد نشرهم من عندهم. تمام. ويعمل حفله عند حضرتك والكلام ده يتصور ويطلع تلفزيونات عندهم. صحيح. بس ببساطه رساله يعني مباشره وواضحه وصريحه. طيب ممكن اخد فكره شويه عن المطرب الروسي تيماتي واحنا بنتكلم عن الحفله بتاعته؟ بالظبط كده. هو مشهور، هو بقى ابتدى الكارير او يعني بقى مطرب مشهور من 7 سنين. تمام. على فكره احنا جبناه زي ما قلت لحضرتك في 2010 ثلاث مرات. اوكي. لما كان طبعا السياحه كانت بخيرها والاعداد كبيره، طبعا توقفنا الفتره بتاعت بعد 2010 الثوره و و و وجبناه تاني اهوت علشان نبدا نرجع السياحه زي ما كانت زمان. تمام. هو مطرب ار ام بي، يعني بيغني مش المزيكا الهاوس ميوزك زي ما بيقولوا او المزيكا السريعه، بيغني اللي هي مزيكا الار ام بي وبوب ستار، يعني تو بوب ستار. اشهر مغني ار ام بي في روسيا. مش راب. ار ام بي او راب يعني الاثنين واحد. طيب عاملين الحفله في اختيار المكان، يعني في حضن الجبل، والجبل من العلامات المميزه او الصحراء من العلامات المميزه في شرم الشيخ. اختيار المكان كان ازاي يا استاذ عمرو؟ هو المكان قائم من زمان، يعني معد الحفلات. هو قائم من زمان، من 2002 يمكن، واحنا بنعمل فيه حفلات دايما بصفه دايمه. بس الحفلات الكبيره اللي هي زي الحفله ديت بيتم التحضير لها طبعا بفتره قبلها، بتحتاج تجهيزات ليها، اعدادات. واقول لحضرتك على حاجه، انا استضفت ستارز كتيره قبل كده، وكل حد يجي لي يبص ويشوف المكان ده يقول لي المكان ده مميز عن اي مكان في العالم. تمام. ازاي بتسوق حفله زي دي يا استاذ عمرو؟ قبل يعني حتى قبل الحفله والتسويق ليها للعالم، ان صوره مصر او التسويق لصوره مصر من خلال وجود نجوم عالميين بيجوا في مصر. ثانيا بعد ما بتتصور الحفله، هل يعني بتستغلها ازاي؟ بما يخدم السياحه. بما يخدم السياحه. سؤال جميل. زي ما قلنا احنا اولا تعاقدنا مع الستار علشان يبقى في مصداقيه الاول، بعدين بنعمل الاعلانات، بننتج الاعلان بتاعه، بنبدا نعلن عنه في تلفزيونات بره بتاع في القنوات بتاعتهم. جميل. تمام. وبعدين يجي، وهو جاي بنجيب فريق تصوير خاص بيه، خاص بيه من بره، بيصور هو نازل من الطياره، الميكنج بقى بتاع الحفله قبليها، كواليس الحفله، كواليس الحفله، يروح الحفله، ساعه الحفله، بعد كده كل ده بتعمل بيه ريبورتاج وبينزل برضه على القنوات بره.
جميل. بس دي اسرع وبعد يعني ممكن ما كده بعد ما الحفله تبقى تتعمل وتسجلوها ممكن مثلا سوقوها بره او حاجه زي كده. بالطبع بالطبع، وده الفكر الجديد اللي احنا عايزين ننفذه، ان احنا نبدا نسوق بره لمصر بطريقه مختلفه. ان مصر فيها دايما ايفنتس وفيها احداث وفيها صحيح. مش مجرد ان انا باجي للبحر والهواء، يعني لازم نبص لكده، لازم يبقى في دايما في احداث. نقطة مهمة قوي، الفكر الجديد في التسويق، يعني يمكن احنا عندنا كل المقومات وعندنا حاجات، يمكن يعني كل بلد لها مقوم معين في السياحة، لكن احنا ما شاء الله ربنا حبانا بحاجات كتير قوي، لكن تفتكر ينقصنا التسويق او فكر المبدع في التسويق؟ طبعا ده يعني ده اكيد، لو احنا سوقنا بلدنا بطريقة صحيحة صدقيني الشغل هيبقى او السياحه هتبقى. ازاي ممكن يعني حفله زي كده استخدام مثلا مناسبات مؤتمرات، هل احنا محتاجين نركز في الاتجاه ده؟ بالطبع. يعني اقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا لما فنان مشهور من عندنا بيروح، مثلا اقول لحضرتك مش حاجه بره مصر، لما بيروح حتى الساحل الشمالي ويسكن في حته ما، بتلاقي كل الناس بتحب تروح في نفس المكان. هو ده الموضوع، او قال فلان عندنا في المكان ده. وفلان عندنا في المكان بالظبط كده، فده يعني اسهل طريق. بس طبعا هو محتاج شغل وتنظيم كتير، ما يبقاش بيتعمل كده. وبعدين لو اخطانا او حصل مثلا الراجل ده ما جاش او حصلت اي مشكله، ده بيبقى بالعكسيه، بيبقى بالنتيجه العكسيه. طب قول لي هو انطباعه ايه عن مصر؟ يعني بيقول ايه، بيقول عن شرم الشيخ ايه تحديدا بما انه جه قبل كده؟ لا هو بيحب طبعا، بيقول احلى جو واحلى بحر ولا بيحب البلد جدا، وعشان كده هو بيلبى الدعوه، رغم ان هم عندهم الصوره مش جاي. انا في بعض الاحيان بكلم بعض الفنانين ما بيردوش ان هم يجوا، بيبقوا عندهم تحفظات مثلا، تحفظات شكوك. طبعا لما بيبقى في علاقه شخصيه معاهم وبعرفهم بعرف اقنعهم طبعا. انك تجيب مطرب روسي او فنان روسي ومعروف ان السياحه الروسيه في البحر الاحمر من يعني بتحتل مراكز متقدمه في المجيء، يعني هل ده كان مرتبط بانه تجيب حد روسي؟ طبعا احنا عندنا السياحه الروسيه تمثل 60% تقريبا من السياحه القادمه يعني البحر الاحمر او جنوب سيناء. تمام. فبالطبع لازم ان انا اشوف ايه الاسواق اللي يعني احنا شغالين، وبالعكس كمان غير كده احنا لازم ما نشتغلش بس على السوق الروسي، احنا لازم نشتغل كل الاسواق. زي ايه يا استاذ عمرو؟ عايز اخد خبرتك، انت شغال في السياحه وفاهم. في اسواق كتيره واعده. زي مين؟ قالوا لي امريكا اللاتينيه، ده حقيقي؟ بعيده. بعيده. انا في رايي الحاجات البعيده اللي فيها ساعات ساعات سفر. طب روسيا برضو مش قريبه؟ لا يا فندم، روسيا اربع ساعات خمس ساعات. اربع ساعات للبحر الاحمر. خمس ساعات اربع ساعات. لكن امريكا اللاتينيه كام ساعه؟ يعني لازم برضو نفكر. لازم يعني عمره ما هيجي دايركت لمصر، لازم هينزل في هينزل في بلد ما ويرجع. طيب ايه رايك في السياحه العربيه؟ هل احنا محتاجين شرم الشيخ يكون فيها سياحه عربيه اكتر؟ طبعا العرب يعني الاخوه العرب دولت ناس وقفت جنبنا، وناس احنا قريبين قوي يعني، ده في ساعات ناس بنحبهم. ساعات في الاردن مثلا اقل من ساعه مثلا. السعوديه ساعتين. طبعا طبعا. الخليج ثلاث ساعات اربع ساعات. بالظبط بالظبط. لا السياحه العربيه طبعا سياحه مهمه جدا، واحنا حب الاشقاء. هل احنا محتاجين ان احنا يعني نسوقها اكتر او نزودها اكتر؟ انا شايف ان هم هيجوا، لان هم عايزين ان يعني يقفوا جنبنا. وعايزين حفلات زي دي مثلا في الصيف، لو ركزنا على اسماء لامعه في عالم الفن والغنى او استعراضات حتى، ولو عملنا حفلات وسوقناها في المنطقه العربيه، هل ممكن ده يعمل سياحه برضو يعني في فتره الصيف والحفلات؟ طبعا طبعا طبعا. العرب بيحبوا السهر وبيحبوا ان هم يحضروا حفلات لا يعني طبعا حاجه زي كده هتساهم بقدر كبير في السياحه. تمام. استاذ عمرو اسماعيل خبير السياحي والمسؤول عن تنظيم حفله المطرب الروسي العالمي تيماتي، ايه الكلمه اللي تختم بيها في الكلام عن السياحه وتحديدا في البحر الاحمر؟ ايه اللي عايز تقوله؟ اولا انا عايز اشكر بجد سيد محافظ بجد اللي هو خالد فوده، لانه انت مش متخيله هو بيبذل مجهود قد ايه، يعني وبيذلل كل الصعوبات اللي بتقابلنا. واتمنى من وزير السياحه، هو راجل نشط وبرضه يعني بيشتغل كتير، اقول له
يعني مجهود يا فندم اكتر، مجهود يا فندم اكتر، واحنا معاك، احنا معاك وبنساندك، ولازم نساند بعض علشان البلد